انا عاجبني ابتسامتها جدا، اه جميله شديده المصريه ورائعه. فريده تمراز شفناها وهي بتاخد طبعا جايزه في باريس، ودخلت جوه اباطره الفاشن في العالم عشان واحده مصريه تاخد الجايزه دي. احنا بنحييكي وبنقول لك مبروك ميرسي، يا فريده، الله يبارك فيكي، ميرسي جميله. ميرسي. لا والتقرير اللي احنا شفناه فعلا الموديلات الفساتين والمودلز نفسهم، قولي دول البنات دول مصريات؟ لا لا لا، كلهم من فرنسا يعني، افندم؟ فرنش، من كلهم كلهم فرنش. سويين. لكن انت عندك هنا في مودلز بتعتمدي طبعا في عليهم مودلز. عشان طيب تقدري تعرفي الفساتين والمقاييس، ولو حبيت تعملي ديفيليه ولا تعملي حاجه. طبعا بتبقى مختلفة عن وبيبقى عندي المصرية لا شوية. ستاندرد سايزز، بعمل ستاندرد سايزز للمودلز، لان الفاشن شوز بيبقى ليها دايما. طب انت كنت عامله ديل مع حد هناك في باريس يعني ازاي علشان الفرصة انها ازاي؟ تيجي يعني، مش سهلة فعلا. انا في شهر 9 اللي فات رحت لندن فاشن ويك، قدمت الكولكشن بتاعتي هناك بعد كايرو فاشن فيستيفال. قبليها كانت في شهر، بتقدميها ازاي بقى؟ قدمتيها في لندن ازاي؟ قدمت البورتفوليو بتاعي الاول، وبعد كده اتقبلت. فروحت ابتديت احضر بقى للكولكشن بتاعتي، وابتدي ارسم الديزاينز واعمل، وابتدي بقى انفذ الشغل بتاعي. وبعديها ببقى عاملاها على ستاندرد سايزز، والمودلز بيجي لي كل مقاساتهم وكل حاجه، هما وانا بيقولوا لك بظبط عندنا مودلز مقاساتهم كذا كذا. انا بختار، اوكي، بيبعتوا لي مثلا 16 بتقولك موديل صورهم. بختار، وانا بختار منهم 12، اوكي، وبعدين بعمل على مقاساتهم. وعلى اساس كده ببتدي دي بقى اقول كل موديل هتلبس اني فستان، برضو حاجه لازم تبقى شبهها دي علشان كانت يبقى التجربة اللي في بريتن، اللي في اللي في بريطانيا، لندن. في لندن، اوكي. وبعديها قدمت في كده زي اورجانيزيشن في باريس فاشن ويك، عاملين حاجه اسمها تيفانيز باريس فاشن ويك. دي كانت بتعرض، برضو بتاخد انترناشونال ديزاينرز من يعني من كل حته في العالم، وبس مينلي كنا معظمهم فرنسويات. فبعد كده قدمت واتقبلت. أول مرة ياخدوا واحدة عربية يعني؟ لا، خدوا قبل كده ناس عرب، بس أنا I think سارة حجازي، ما اعرفش حد تاني، ما اعرفش مين كانت تاني قدم. منين؟ مش عارفة، كانت من مصر، من بس هي مصر برضه. بس هي عايشة في دبي I think. فقدمت واتقبلت، وبعدين رحت الفاشن ويك، والحمد لله يعني. فاشن ويك الاسبوع اسبوع إيه؟ الموضه. الاسبوع انت كان عندك يوم فيه، هو اسبوع كامل الفاشنز بالظبط. انا او وانت كان كان عندك أو يوم، اول يوم، اوكي. وكان يعني الاوبننج كان الافتتاح بتاع ساعه معينه، فاشن شوز ساعه اوكي. معينه. وبعدين بعد ما عرضت الكولكشن بتاعتي، كان في ناس هناك زي جادجز، حكام بيحكموا ما بين كل الديزاينرز الموجودين من كل حته في العالم. كنتوا كام المشاركين؟ حوالي 15. انت داخله في مافيا، كنت يعني في عيش الضبابيه زي ايوه كلهم يعني. طبعا بقى لهم فتره كتيره في الفاشن، وانا بقى لي سنتين ونص يعني، انا من ديسمبر. بس واضح ان انت جيفتد، لان اللي احنا شفناه ده مع انه حاجه سريعه او بسيطه هنشوف او منه حاجه طبعا واحنا بنتكلم. بس احنا هنشوف عايزين نقول ان فريده اتخرجت من الجامعه الامريكيه تسويق، فيمكن هي عرفت تسوق لنفسها بره مصر. أيوة، ودي حقيقي. مشكله بتبقى مش عند كل الناس، ممكن يبقى عند ديزاينر شاطر قوي بس مش عارف يسوق نفسه، فدي ميزه برضو عندك لا الحقيقه. انا عايزه اسال ازاي بقيتي ديزاينر؟ يعني ازاي انت وانت صغيره كنت بترسمي، كنت بتعملي طول ايه؟ بحب احكي لنا كده، الديزاين. ازاي نعرف ان الطفل ده او الطفله دي جفتت لحاجه معينه بالظبط، مثلا صح. بالنسبه للديزايننج دي، لا انا طول عمري وانا صغيره بحب اقعد اتفرج على فاشن، بحب اتفرج وخصوصا فساتين سواري وفساتين افراح، بشوفها كده يعني بالنسبه لي رسمه. فانا يعني بشوفها يعني ارت بالنسبه لي. ما دخلتيش ارت في لا ما دخلتش، لان انا معتقده ان اي بزنس عشان ينجح محتاج ان هو يسوق، عشان كده انا برضو معيده في الجامعه الامريكيه لحد دلوقتي. بس الميجر بتاعك ايه؟ اللي هو انتجريت ماركت كوميونيكيشن، اللي هو تسويق مع الميديا، وماينر وماينر بزنس وسايكولوجي، حاجه تانية خالص. السايكولوجي ده مهم، طبعا اللي هتلبس الفستان دي تعرفي تدرسي نفسيتها. معانا ايه الازياء بتاعتك دي في باريس برضو؟ دي من كان فرنسوية؟ I think دي هي فرنسوية إيطالية، كان في فرنسوية بس دي تقريبا فرنسوية. كانت الفستان دايما بحب افتتح الشو بلون غامق، وبعد كده هتلاقيني بفتح فاتح على فستان الفرح في الاخر. بالظبط. انت بقالك قد ايه ابتديتي ترسمي وتفكري؟ من وانا عندي 7 سنين. لا ابتديتي بقى يجيبوا لك قماش امتى، ولا بترسمي بس؟ انت لا انا ليكي في الخياطة؟
يعني اه طبعا يعني مثلا لو في رسمه دونتيل الحاجات دي كلها لازم اعملها اللي اتاكد ان الكات مظبوطه. ايوه عايزين نتكلم عن الفستان كمان على الهواء. نرجعك يا فريده يعني برده شغلك يعني هل دي موضه الاطوال دي ولا في طويل وقصير بس عشان ترعونا برده يعني محجبات؟ لا طبعا طويل وقصير. لا انا لعلمك اصلا 70% من الكلاينتس بتوعي في مصر محجبات. ففي لكن الموضه بقى عشان ما نبقاش برده قد يعني احنا الموضه في طويل وفي شانيل وفي بالظبط الشانيل دلوقتي موضه جدا. وهو ده الفستان اللي احنا شفناه اللي هو الاسود ده كان انا عاملاه شكله مش سيمتريك يعني مش تحسيه حته مفيش سيمتريه في حته قصيره وحته طويله وعامله عليه زي كيب او زي ما بيقولوا اللي هو بيبقى كانها لابسه حاجه بس كلها شراشيب وطويله زي الكاب. جميل قوي. والجزمه برضو فيها نفس الحركات على فكره. انت مصممه لها حاجه يعني ولا دي طبعا انا باخد بالي ان انا الموديل تبقى اكسسوارايز ولابسه من اول راسها لحد رجليها حاجه يعني متناسقه. يعني الريش اللي في الجزمه ده انت اكيد حتى لمساتك لا جبت براند من امستردام من هولندا واتفقت معاهم يلبسوا لي ريش للكعب بتاع بتطلبي مواصفات معينه. لا هم كان عندهم اوريدي بالصدفه فدخلت ان كونتاكت معاها اتعاملت معاها وخليتها تركبها لي. طيب وده بقى كلمينا عليه. الاحمر هو دي كولكشن اصلا كان اسمها وانس ابون اباري. القماشات ايه شوفوا ده شيفونات شكله شيفون بالوان مختلفه يعني فوق هتلاقي درجات الاحمر درجه واحده درجات. ومش قماشه واحده. لا هو كله شيفون كله. بس متبطن بقماشه ساتان ايطالي فاتحه وشيفون الاحمر اصلا موضه جدا. وممكن تلبس صندال اسود عادي هي لابسه اسود مش لازم يبقى بقى طقم ولون لا وممكن اي لون طاقم ممكن نود اللي هو البيج هيبقى بيجات. حلو كمان على الاحمر بس مش لون طاقه يعني ما حبش انه مع الاحمر انا الاحمر لوحده باين وظاهر صحيح فبيبقى شكله يعني اللي هو ظاهر مش محتاج ان احنا بعد بقى احنا معانا فستان تاني ده نبيتي شويه نبيتي ومن جوه زي ما شايفين احمر البطانه وعامله اللي هو سومبروتال والحته دي كلها بارزه كده يعني هتلاقي جنب من عند الصدر هنا حته كلها بارزه وبعد كده الشراشيب انا عامله في الثيم كله لان هو لبساتك انت لان الثيم كان الكولكشن مسميها وانس ابون باري يعني وانس ابون باري يعني فيها اللي هو ايام باريس الفاشن الفرنساوي القديم وكان انسباير يوم ما يعني ايوه يوم ما واحنا مصر كانت كده كان فيها الستايل الفرنساوي الزمان دوت والشانيل لانت والوست ومن ورا هتلاقي الفستان الاحمر ده كان مربوط كده جامد مشدود. انت صحيح بداتي بفستان فرح كانت صاحبتك او حاجه كاتبه كتاب كاتبه كتاب. طيب احنا معانا اللون ده موضه برضو الزيتي ده كولكشن بتاع اوتوم وينتر اللي هو 2015 2016 انا ماشيه مع الانترناشونال ماشيه مع بره. طب هنشوف الصيف ولا لا؟ لا الصيف دي اللي عرضتها في لندن اللي قبليها شهر 9 لان هم بره بدري بيعرضوا بدري صح بتجيلنا متاخره. الاميرالد جرين ده يعني لون موضه جدا في الشتاء الجاي 15 16 والريش ده انت يعني ده حاجه عشان الشو ولا ممكن يبقى فاشن للجزم؟ لا وممكن يبقى فاشن للجزم طبعا بس عايز بس واحده طويله يعني طبعا لا ليه الريش اللي تحت في رجليها لا ممكن عادي لو واحده لابسه فستان شانيل وحاطه ريش يبقى شكله حلو. هو اكسسوارز يعني في اشكال كتير مش بس ريش بس انا اخترت ريش سبيسيفيكلي للكولكشن بتاعتي دي. وده برضو نفس اللون بس في موديل تاني بالظبط بشيفونات بجيبور متطرز. طب انت عملتي ايه عشان تصممي بقى يعني الموهبه يا دكتوره موجوده لكن ده خطوات يعني انت ابتديتي فستان كاتب كتاب بتاع صاحبتك ايوه انت اللي قلتي اعمله اعمل الديزاين بتاعه ولا هي كانت مزنوقه وقلت لها ولا ايه لا ولا لا لا ما لقيتش انا قلت لها في الاول انا ابتديت مرازه قلت لها انا قالت لي انا عايزاكي تعملي لي الفستان ده وطبعا كان اول فستان وبقى كب كتابها فهي ليله العمر يعني ليله العمر هي قلقانه مش عارفه ايه فقلت لها ما تقلقيش الفستان ده علمني حاجات كتيره جدا لان ساعتها اتعاملت بقى مع الناس اللي في المهنه ديت وازاي بقى تمسكي فستان وطبعا واللي يطلع فيه حجج واللي مش عارفه ايه فلازم انت تتصرفي لان انت ملتزمه بمعاد معين. المهم الفستان ده لدرجه ان انا كنت بيجي لي كوابيس بسببه ان هو خايفه ان هو يعني عايزه فستان يبقى
هيحكم عليكي طبعا. طبعا فمهم عملت فستان، وفستان ده عمل ضجه كبيره لدرجه ان هو نزل في حاجات اونلاين نيوز كتير ان هو يعني كان فستان تقيل، حاجه يونيك يعني، كان سيمبل بس يونيك يعني. حضرتك لو خدتي بالك هتلاقي فساتيني مش كلها تطريز، مش كلها هي ديزاين، فيها ديزاين وفيها ديتيلز، فيها حاجات معينه. طب قولي لي بقى الجائزه اللي خدتيها بناء عن ايه؟ ايه المبررات الجائزه بتاعت اللجنه؟ انا اللي هو طبعا خدت الفيرست بليس اوورد، هم حتى بيقولوا لي ان انا اول مصريه تاخد اللي هو الفيرست بليس الاولى في الهيستوري بتاع فاشن، في الماضي كله بتاع الفاشن. فانا كانوا حتى فهم الكولكشن كان فيه اول حاجه فيه هارموني، زي الكولكشن تحسيها متصله ببعضها. تاني حاجه الشكل اللوك كله من اوله لاخره. تالت حاجه الديزاين، هل الديزاين يعني هل هو معتمد على شكل معين وانت مثبتاه على كله، ولا في ديتيلز معينه حطيتها ممكن تبقى بالقماش، يعني زي الفستان الاحمر اللي شفناه اللي فيه شيفونات. ده ما فيش من نفس الماتيريال، من نفس الماتيريال عملت ديزاين مختلف، عملت حاجه جديده. فطبعا كل ده بيفرق معاهم ان هو يبقى الشكل ديزاين الكرياتيفيتي يعني اللي هو الابتكار كل ده. وطبعا الحمد لله يعني لما قرروا ان انا خدت الجائزه كان يعني حاجه لا جميله انت لسه يعني ما كنتش مستوعبه، لدرجه الناس معايا بتقولي فريده انبستي. لا لا طب قولي لنا فريده قبل ما تسيبيها، سوري لا اتس اوكي اتفضلي. لازم نعرف موضه 2015 ايه الالوان الماتيريالز اللي هتلبسها؟ احنا بنتكلم سواري ولا الالوان عموما؟ لا بالنهار بالنهار وبالليل برضه يعني. اوكي هو ال هما دي حاجه يعني كونكتد شويه يعني. في السواري نبتدي اول بالصبح، الباستولات اللي هي البلوسيال السمول فاتح الليلال فاتح، الحاجات اللي هي الفاتحه قوي، والاوف وايت طبعا عمره ما بيروح عليه هو ولا الاسود. انا مقتنعه ده اعتقادي انا الشخصي. بالليل نفس الالوان. الخامات ايه بقى؟ الخامات ولا ديبينز على المكان، مثلا هنا اقطان يبقى في يوروب مثلا حاجات. لا الخامات انا اي بليف ان الخامات ممكن تستخدميها في اي وقت، ممكن انا كفريده انا بعمل كده على حسب الديزاين. ممكن تركبي خامتين على بعض يعني مثلا حاجه كاجوال وحاجه ناعمه قوي مع بعض. طبعا يعني مثلا الجلد في السواريه بقى موضه، وحتى وفي الصيف انا شايفاه في الحاجات اللي نازله نيو كولكشن فيها جلد في الصيف. في صيف هل ده شغال في الصيف؟ والجلد فيه حاجات في الصيف، بس انا الصراحه ما احبش قوي الجلد في الصيف. الصيف يعني ممكن في شهر 2 3 4 عندنا احنا بالظبط، لكن في الصيف الصيف 5 و6 و7 وكده يبقى صعب شويه. لا ما احس كل سيزن وليه القماشه بتاعته. طب لسه الفلوري شغال حاجات دي؟ الفلوري بس على باستولات. طب ده احنا معانا هنا دي الماستر بيس بتاعت باريس فاشن ويك، دي اكتر حاجه عجبتهم لانها سواري وكانت دو بيس، كانت تو بيسز يعني في طقم في فوق التوب وعليه بنطلون ابيض الاوف وايت. ده اوف وايت وكله لولي يعني هو كله لو حضرتك تبقى الرسمه اللي مرسومه فوق كان قماش دونتل، وانا يعني ده زي ما بيقولوا لطاه لولي كله باللولي باللولي. والبنطلون بتاعه برده فيه نفس الرسمه من تحت متفرغه وعليها لولي. طيب قولي فريده الكيمونو ده اللي انا لابسه في منه اطوال هنا بقى الست المصريه تلبسه ازاي؟ قولي لنا الطويله والقصيره يعني تلبس الاطوال ازاي يعني؟ يعني هو انا اتفق معاك جدا في الحوار اللي كان ما بيننا قبل ما نبتدي ان الكيمونو القصير انا بحبه يتلبس على بنطلون واسع، بس في ناس بتحب تلبسها. انا لابسها على واسع عشان حجاب يعني بس برضو بيبقى حلو دلوقتي البنطلونات اللي هي الشارلستون واللي هي الكات الواسع حته واحده رجعت موضه تاني. فحلو ساعات تلبسي كيمونو عليه مثلا توب من تحت ضيق وعليه بنطلون واسع. الكيمونوز الطويله برضو موضه جدا، هو شكل الروب الطويل قوي ده اللي هو الدونتال واللي هم الفلوري واللي عليهم الباترن اللي هو نقرشه كده رسومات رسومات والحروف دول موضه جدا. عايز اسالك سؤال بقى، الفساتين دي بتعملي فيها ايه؟ لان في فساتين يوروبيان قوي يعني مش يعني صعب. لا بس مصر رايحه للحته دي، رايحه للحته. عندك عندك كلاينتس، عندك زباين. عندي كلاينتس طبعا يعني فستان زي ده هتعملي ايه بعد كده؟ بتعرضيه بقى في يعني ده علشان فاتح
اما انا هو الفستان ده انا كنت عاملاه برايدل لان فكره الفستان الفرح اتغيرت شويه دلوقتي في مصر حتى من ان هو فستان ضيق من الوسط وواسع وديل في ناس لسه كده وانا ساعات كتيره بعمل للكلاينتس كده وفي برضو نوع تاني من الكلاينتس بيحب الفستان الفرح اللي هو اللي فيه فتحه صغننين زي كده طاقين كده بيحبوا حاجات جديده شوفوا لا انا عن نفسي بحب فستان يعني. الفرح اللي بديل 3 متر كلمين عن ده ده قصير ومنفوش ده ينفع فستان فرح ولا خطوبه لا ينفع خطوبه لو فقاعه او الست على حسب السيتنج لو في مكان يليق بان هو يبقى خطوبه كبيره شويه او فرح على البحر لان برضو بقينا نسمع على الفرح كان على البحر العين السخنه والكلام ده كله والجزمه فيها شغل برضو والجزمه فيها برضو برضو حتى لمساتك ريش لونه نفس اللون البيرلز شويه اللي هو البيرلز اوف وايت جميل كده وكان معايا برضو يعني حد انا كنت واخده بالي جدا في الديتيلز لدرجه ان انا برضو كان مشتركين معايا في باريس فاشن ويك اللي هو الكولكشن دي في الكولكشن بتاعتي براند بتاع جولري اسمها جولري من دبي يعني انا حاولت اجيب من احسن ناس بتعمل كل حاجه الاكسسوارز وفعلا الاكسسوارز بتاعتهم كانت حلوه جدا يعني حطينا ساعات احجار في الفستان ده كان في حجر زرقاء على فستان فرح فالناس اللي هو اللوك كله هو اللي وصلني جديد الحمد لله وانت لابسه الاكسسوري ده حلوه كمان ده شغلك ولا ده انا مستلفاه من اختي بس ماشي حلو هي غاويه زيك ازياء ولا لسه بس هي محجبه بس غاويه ازياء شفتي عشان تعملوا لنا حاجات حلوه اشكريها لي جدا والله فريده قولي لنا تاني جديد احنا قلنا بالنهار ما قلناش بقى بالليل نفس الالوان فستان برضو الباستولات والفواتح وطبعا زي ما قلت الابيض والاسود والاوف وايت ما بيروحوش عليهم وزياده عليهم الاحمر الاحمر الصيف ده عامل يعني بوم يعني حتى في الوان البانتون قايله في الصيف ده الاحمر كان من اكتر الالوان المستخدمه وغير بقى الالوان في بقى الشكل اللي هو الشراشيب نازله موضه جدا واللي هو زي الحاجات اللي انا استخدمتها في باريس فاشن ويك الطول الشانيل نازل موضه جدا الحاجات اللي بكم المقفوله ديكولتيه وسابرينا نازله موضه جدا بتعملوا ايه في بالنسبه لكم من المحجبات بلاش الحاجات الماسكه دي والبتاع اللي بتبدليها بشميز واسع شويه بتبدلي بايه لو عايزه حد يقفل بس ما يبقاش لابس الحاجات اللي انت عارفاها ايوه منتشرة طبعا دي. لا هو انا هي مدام عندها اخت محجبه طمني فانا هنزل لكم حاجه حلوه انا بقول لحضرتك ان انا معظم الكلاينتس برضو اللي عندي هنا في مصر في يعني انا الكولكشن دي كمان ببيعها في باريس في عندي ببيع حاجات في باريس بس هنا في مصر عندي ريدي تو وير ده وبفصل وبلس ان انا معظم التفصيل عندي حجاب وعندي ناس الحوامل وعندي انا بحب الفاشن لكل الناس لازم انا اعرف اركب كل الناس وكل الاجسام هو ده الديزاينر الشاطر انت عندك الشاطر. براند مش كده اسمها هي خط ازياء تمرازة طب انت بنات مش فوقي على انستغرام ما انا على انستغرام عندي الحمد لله فولو معروفه طبعا ودايما بيبعتوا لي وبياخدوا رايي وكده يعني حتى لو اي حد عنده طبعا اسئله ممكن يبعت لي على اللي هو @تمرازة اوكي او فيسبوك تمرازة او على الويب سايت بتاعي بيخش كونتاكت اس ويبعت لي اي اسئله ودايما لان انا حتى درست ازاي وقريت كتير ان ازاي تعملي فستان وديزاين يليق على جسمك وشعرك وشكلك وستايلك يعني مش لازم هتموتوا من الدايت ها يعني ممكن على اي جسم هنلبس طبعا وازاي نخبي الدفوات وازاي نظهر الحاجات الكويسه في الجسم يعني مثلا لو واحده رقبتها طويله ازاي لو واحده وسطها صغير لو واحده وسطها طويل لو واحده وسطها قصير يعني بحاول ان انا اماتش مع كل الجسم فريده انا عندي سؤال انت بنت جميله ما شاء الله الله اكبر ما شاء الله ومشرفه ومبدعه وكلامك حلو وطريقتك حلوه وابتسامتك جميله وابتسامتك جميله فعلا لا وشها لذيذ قوي قولي لي انت بتخططي لحياتك الخاصه ازاي؟ يعني ده مهم قوي جنب النجاح بقى يعني مش هناخد جوائز وخلاص يعني انا دلوقتي في الفتره دي انا صراحه على طول بشتغل انا من كتر ما انا بحب شغلي هو ده السؤال ما تضيعيش الحلاوه والجمال والرقه دي في ان الكرير بتاعك ياخدك يعني انت يعني واضح فتى الاحلام لو موافق أوي. على الشغل خلاص اهلا بيه لكن لو مش موافق لا لو مش موافق لازم يوافق لا لازم يوافق هو لازم يوافق لا انا لا مش على كده طبعا لازم يوافق لا ما تنساش نفسها برضه ما تخليش الدنيا تاخدك والحياه شيء جميل ان انت تكوني كده كله بروميسنج وحاجه جميله بس برضه انت خساره في ان انت تبقي بس بتاعت شغل يعني
لا لازم تعيشي ان شاء الله ان شاء الله نصيبي ان شاء الله ان شاء الله. فريدة بتحلمي بايه بقى؟ تقدمي ايه تاني لمصر بعد كده في مهرجانات؟ انا نفسي ان شاء الله عايزه اعمل فاشن شو هنا في مصر، بس يعني يبقى فاشن شو بتاع تمرازة. يعني عايزه اعمل انا فاشن شو تمرازة ويبقى حاجه كبيره قوي 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 قوي. فانا مستنيه ان انا ابقى قد الحته دي. انت قدها يعني فعلا، وهنشوف حاجه قريب اكيد ان شاء الله. ان شاء الله كلها مصريه 100%. ميرسي ان شاء الله. وهنبسط قوي لما الاقي ان انا فساتيني على ريد كاربت في هوليوود يعني. الله واي نوت ليه لا؟ لا ان شاء الله قريب ان شاء الله ان شاء الله. يعني ايم بلاننج ومركزه في الموضوع ده جامد الفتره الجايه. اكبر نجمه مصريه وتحبي ان هي تلبس لبسك مين اللي هتقيم؟ هم بيروحوا برده في كانو كده، ففي نجوم مصريات كتير نجمات. بحب غادة عادل. الله جميلة. ونيلي كريم قوي. ويعني في بحبهم كلهم يعني. يعني انا عندي عملت كذا، عملت فستان قبل كده لامينه خليل، لبسته في دبي في الفستيفال وكان شكلها حلو جدا. كانت ضيفتنا قريب امينه جميله. فظيعه بموت فيها. وشيري عادل برضو. لبس برضو من عندي. ان شاء الله كل كبار نجمات مصر وهوليوود يلبسوا مني. كل المحجبات ايضا والدخان والرفيعين وكله. انت نورتينا فريدة تمراز، نورتينا وشرفتينا. ونتمنى لقاءات اخرى نستفيد ان شاء الله بفنك الجميل. بعد الفاصل هيبقى عندنا بقى في المطبخ يا استاذه هتبقى معانا غفران كيالي. غفران هتعمل شيش برك وهتعمل كيك بمكسرات بعد الفاصل.